ديال هذاك القريب ديالهم انهم تم الحفر ديالو او النبش ديالو. هنايا هذا الامر هذا غادي يحيلنا على شكون هما هاد الاشخاص اللي كيجيو خلسه وكيحفروا المقابر. الامر المفاجئ هو انني من خلال البحث توصلت لانه كانوا عندي جوج ديال الناس اللي حنا عارفينهم كيمشيو كيحفروا المقابر، هما المشعوذين، لان المشعوذ كيمشي كيحفر القبر كلنا عارفين واحد الظاهره انه كيحاول يجبد اليد ديال الميت باش يكسكس بها، حنا كلنا عارفين هاد الظاهره. فكيف ما سبق لي ذكرت بان هناك مجموعه من الرقاه كيمشيو كينتهكوا الحرمات ديال الموتى كيحفروا المقابر، وانا هذا عندي بالدليل الملموس لانني قمت بتحميل مجموعه من الفيديوهات في الهاتف ديالي، هاد الفيديوهات التسويقيه التمثيليه اللي كيبغيو يغريو بها هذوك الزبائن ديالهم باش يثيقوا فيهم. انا عندي هاد الفيديوهات، وكذلك غادي نمشيو على ارض الواقع وغادي نشوفوا القبور ديال خوتنا المسلمين كيفاش محفورين. بسم الله، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إنك أنت القادر على ذلك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا شكر لقناة عبر، قناة المصداقية بامتياز، على طرح هذا الموضوع الأكثر من مهم، أنا وهو استباحة الحرمات ولا سيما وخصوصا حرمة الموتى، والتي لطالما الرسول عليه الصلاة والسلام وديننا الحنيف يوصي باحترام حرمة الموتى. فهنا هذه المسألة ديال حفر المقابر وهذه المسألة اللي تفشات ولات مجموعة من المقابر، أن الأهالي ولو كيجيو يزوروا الموتى ديالهم اللي مدفونين فكيتفاجئوا أن كيلقاو القبر ديال هذاك القريب ديالهم انهم تم الحفر ديالو او النبش ديالو. هنايا هذا الامر هذا غادي يحيلنا على شكون هما هاد الاشخاص اللي كيجيو خلسه وكيحفروا المقابر. الامر المفاجئ هو انني من خلال البحث توصلت لانه كانوا عندي جوج ديال الناس اللي حنا عارفينهم كيمشيو كيحفروا المقابر، هما المشعوذين، لان المشعوذ كيمشي كيحفر القبر كلنا عارفين واحد الظاهره انه كيحاول يجبد اليد ديال الميت باش يكسكس بها، حنا كلنا عارفين هاد الظاهره. وكذلك الرقاة، هاد ما يسمون بالرقاة الشرعيين، كذلك كيديروا واحد المسرحيه انهم كيصوبوا واحد السحر، هو ماشي سحر، كيصوبوا واحد المسرحيه وكيديروها في واحد الميكا في واحد الكيس بلاستيكي، وكيمشي كيدفن هذاك الكيس بلاستيكي اللي كيكون فيه مثلا الصوره ديال ديك الزبونه اللي هي كتكون ديجا جات عنده، فهو كياخذ الاسم ديالها وكيتمكن انه كيجبد مثلا الصوره ديالها من الفيسبوك او لا من مواقع التواصل الاجتماعي، وكيكتب فيها بعض الطلاسم وكيشد هذاك الكيس البلاستيكي وكيمشي كيدفنه في واحد المكان في واحد القبر اللي هو كيكون عارفه. وبالتالي ملي كتجي هذيك الزبونه ديالو، هذا هو الامر المفاجئ، ملي كتجي هذيك الزبونه ديالو كيدير واحد التمثيليه على اساس انه شخص اخر كيطيح وفيه الجن وكيعلمهم بمكان هذاك السحر فين مدفون، وكيمشي وكيمثلوا هذيك المسرحيه كيقول لها السحر ديالك فين مدفون، وكيمشيو وكينبشوا هذاك القبر ديال هذاك الشخص اللي دائما نوصي باحترام الحرمات ديال الموتى. هنا الامر المفاجئ واللي قلت لكم توصلت ليه هو انه كاين بعض الاشخاص للآن هم كيتبناو على أساس أنهم كينظفوا المقابر ولو حتى هما كيقوموا بهاد المسرحية. الأمر الغريب والسؤال اللي كيطرح نفسه، أنت كتنظف المقابر، إذا كتنظف ما فوق الأرض، شنو اللي كيخليك تنبش وتحفر القبر ديال الميت؟ علما أنه الإجراءات القانونية باش تحفر القبر ديال الميت هي جد 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 معقدة. أنك تحفر القبر ديال الأب ديالك، انك تحفر القبر ديال الاب ديالك، فما بالك انه يجي غريب وغادي يحفر القبر ديال واحد الانسان اللي هو مسلم. فملي كنتكلموا هنا على المسلم، فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول دائما في مجموعه من الاحاديث، من لم يهتم لامر المسلمين فليس منهم. المسلم يهتم لامر الانسان، يعني اكان يهودي ام نصراني ام مسلم، المسلم الله عز وجل دائما يوصينا بعدم الظلم. وقمة الظلم أنك تمشي تحفر واحد القبر ديال واحد الإنسان اللي هو ميت ابتغاء غرض الدنيا، لأنه ملي كنجيو وكنشوفوا الرقاة صراحة اللي كيفتحوا مراكز، هنا كيتطرح سؤال وكنتوجه بسؤال للمسؤولين، شكون اللي كيعطيوهم الرخص ديال هاد المراكز ديال ما يسمى بالرقية الشرعية؟
يعني حنا كلنا كنعرفوا ان هاد المراكز كيتجمعوا فيها اعداد كبيره ديال اشخاص اللي كيدخلوا ملتمين، يعني عاملين واحد كيف ما كيقولوا هما واحد النقاب ما كتعرفهم واش هما نساء ولا رجال، واحد التجمع كيفوق واحد العدد خصو ترخيص. بغينا نعرفوا شكون اللي كيعطيوهم رخص على هاد المراكز ديال الرقيه الشرعيه، فهاد الرقيه الشرعيه ولات مهنه من لا مهنه له. وانا اركز على الرقاة لانهم اشد خطرا من المشعوذين. حنا كنا كنعرفوا ان المشعوذ كيستعن بالشيطان، لكن الراقي كيستعن بكلام الله، يعني ويشتري بكلام بآيات الله ثمنا قليلا، وكيستعن بالدين وكيبيع الدين. وهذا امر خطير، لان الانسان دائما هو كيثيق في الدين وكيتوسم في هذاك الراقي اللي كيشوف فيه السنه النبويه، انه كيشوفه دير الحياه كيثيق فيه. للاسف ياكلون اموال الناس بالباطل، وكذلك كنشوفوا مجموعه من الاغتصابات، لان هذه المراكز ديال الرقيه الشرعيه تحولت الى مراكز ديال الاغتصاب، تحولت الى مراكز او استوديوهات لتسجيل افلام بورنوغرافيه، وكيتم البيع ديالها والتسويق ديالها في مواقع بورنوغرافيه كيف ما شفتوا في الفضيحه ديال الراقي ديال بركان. اذا هنا وجب التدخل ونطرحوا هذا السؤال، شكون اللي كيعطي لهاد الناس هاد الترخيص وهاد الرخصه باش يفتحوا هذيك المراكز؟ اللي كنشوفوا ان النساء المسلمات كيتاذوا فيها، وحنا شفنا انه مجموعه من الرقاة تمت متابعتهم وادانتهم، يعني بتهم اغتصاب ودوزوا مده حبسيه ديالهم وخرجوا ومازال كيمارسوا هذه المهنه ديال الرقيه الشرعيه. دائما اعيد واكرر، ولات مهنه من لا مهنه له. حنا الان بغينا نرفعوا هذا التحدي وبغينا نخدموا على هذه الماده بمعيه مجموعه من المنابر الصحفيه، وغنرفعوا هذا التحدي وغنمشيو وغنسجلوا في مقابر، وغادي نشوفوا يعني المقابر والقبور محفورين، يعني وغادي تشوفوا هذه الحاله اللي وصلوا لها الموتى ديالنا اللي ما تحترمش الحرمات ديالهم، وغادي نسجلوا. وكيف ما كنقول لكم فهذا تحدي كنرفعوه بمعيه مجموعه من المنابر، لانه ما تصوروش ان هاد الرقاة وهاد المشعوذين وكذلك هادو اللي بانوا دابا جداد كيقول لك حنا كننظفوا المقابر، وهما كيف ما قلت لكم هذيك راه كلها مسرحيات. فما تخيلوش ان هاد الناس ملي غادي نهددوا المصالح ديالهم انهم غادي يمروا لينا هاد الامور هادي مرور الكرام. فهذا تحدي كنرفعوه حنا ومجموعه من المنابر الصحفيه النزيهه التي تغار على حرمه المسلمين، وغادي نمشيو للمقابر وغادي نشوفوا القبوره ديال خوتنا المسلمين كيفاش كيحفروهم المشعوذين وكيحفروهم الرقاة وكيحفروهم كذلك هاد الناس اللي كيتبناو انهم كينظفوا المقابر. فكيف ما سبق لي ذكرت في اول فيديو بانه الا بغيتي تحفر القبر ديال الاب ديالك هناك اجراءات قانونيه جد 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 معقده. اذا هنا اصرار المشرع المغربي على احترام حرمه الموتى، هذا المشرع المغربي القانوني يصر على احترام يعني الحرمه ديال الموتى. فهنا كنجيو كنلقى واحد يعني لا يموت باي صله قرابه لهذاك الميت اللي في القبر ديالو، وكيلقاو بكل جرأة كيمشي كيحفر القبر ديالو. انا راه خصك تعرف انه اللي بغيتي تحفر القبر ديال الاب ديالك راه خصو يحضروا معاك مثلا الدرك الملكي، الوقايه المدنيه، رجال الشرطه، راه مجموعه من السلطات كتحضر معاك. هاد الناس كيجيو خلسه وكيحفروا القبر وكيدخلوا فيه داك السحر، وكيجيو كيديروا مسرحيه وكيعاودوا يجبدوا داك السحر، وكياخذوا اموال باهظه مقابل هاد العمل هاد التمثيليه هادي. كيف ما كذلك سبق لي ذكرت انه مجموعه من الرقاة، وانا راه عندي مجموعه من الفيديوهات ديال مجموعة من الرقاة اللي أنا حمدت. فكيف ما سبق لي ذكرت بأن هناك مجموعة من الرقاة كيمشيو كينتهكوا الحرمات ديال الموتى كيحفروا المقابر، وأنا هذا عندي بالدليل الملموس، لأنني قمت بتحميل مجموعة من الفيديوهات في الهاتف ديالي، هاد الفيديوهات التسويقية التمثيلية اللي كيبغيو يغريو بها هذوك الزبائن ديالهم باش يثيقوا فيهم. أنا عندي هاد الفيديوهات، وكذلك غادي نمشيو على أرض الواقع وغادي نشوفوا القبور ديال خوتنا المسلمين كيفاش محفورين. السؤال اللي سولتيني هو اشنا هو اللي كيخلي مثلا هاد الرقاة مثلا يغامروا هاد المغامرة اللي هي فيها خرق صارخ للقانون المغربي انهم يمشيو يحفروا المقابر؟ خصك تعرف اخي انه كاين بعض الرقاة اللي ولاو كيعرقيو ب 5000 درهم للحصة، وملي كيقوم برقية جماعية وكيدخل مثلا 50 مرا او 50 واحد ملتم اللي حنا ما عرفنا واش مرا ولا راجل، راه 200 درهم الواحد في 50 هي 10000 درهم. إذا أموال باهظة، فهاد المصلحة أو لهاد المؤسسات اللي عطاتهم رخص على ديك المراكز ديال الرقية ما يسمى بين قوسين بالشرعية، واش هاد الناس كيأديو ضرائب على هاد المداخل اللي كيدخلوا؟ إذا أخويا راه كاين مجموعة من الأشياء اللي كتخلي هاد الناس يعني كتغري، كاين إغراءات مادية اللي هي باهظة، وأنا لا أبالغ ملي كنقول لك راه كاين رقاة اللي كيرقيو ب 5000 درهم للحصة.
قيس على ذلك شحال كيدوز من عندهم واحد في النهار، والرقيه الجماعيه عاد كيبيع 5 إترو ديال الماء اللي كيقول لك هو قاري فيه القران، وهذه قمه الوثنيه. كيبيع 5 إترو ديال الماء ب 1000 درهم، كيبيع لك شويه ديال العسل ب 300 درهم، وكيقول لك هذا الماء ديال الحبه السوداء وزيت الحبه السوداء كذلك ب 300 درهم، كتخرج الثمن عنده حاط 7000 درهم. اذا اخويا هنايا قيس على ذلك انه يدوز عنده مثلا غير واحد 20 واحد. اذا شوف اخويا راه كاينه اموال باهظه كتستحق انهم يخرقوا القانون ويغامروا ويمشيوا يحفروا المقابر ديال خوتنا المسلمين.